موجودين في معرض الكتاب للمرة الأولى بسببين. السبب الأول إن إحنا عندنا أكتر من 20 مؤلف أدبي تم ترجمته من اللغة الكورية للغة العربية، بيتباعوا في كذا دور نشر في معرض الكتاب هنا السنة دي. بلس إن إحنا طبعاً عارفين إن في ناس كتير قوي مهتمة بالثقافة الكورية وعندهم فضول يعرفوا إحنا بنعمل إيه في مصر، الثقافة الكورية السفارة بتخدمهم إزاي، المركز الثقافي الكوري بيخدمهم إزاي. فإحنا موجودين هنا احتفالاً إن إحنا لينا كذا مؤلف موجود، وعشان برضو نعرف نرد على أسئلة الناس بخصوص الثقافة الكورية وإحنا بنعمل إيه. الجناح بتاعنا بيتكون من نسخة مصغرة شوية من المركز الثقافي الكوري. عندنا مثلاً هنا إحنا عندنا مكتبة المركز فيها مجموعة متنوعة من الكتب، فإحنا جبنا شوية منها. عند حضرتك هنا مثلاً كتب الأدب، بعدها كتب الأطفال. عندنا هنا حاجة اسمها الويب تونز، دي بتبقى عبارة عن قصص مصورة مشهورة قوي في كوريا لدرجة إن بتعمل منها مسلسلات. في الدراما حتى لو اتفرجتوا هتلاقوا إنه دايماً الشباب بيقروها في كافيز للويب تونز دي بيقعدوا فيها. هناك عندنا أول جزء فيه كتب تعليم اللغة الكورية، سامبلز برضو من الكتب الموجودة عندنا في المركز. بعدها في حاجة اسمها الكوريان ويف أو الهاليو، دي اللي هي بتنقسم مشهورة قوي في الوطن العربي وفي مصر، أغاني الكي بوب اللي هي زي اللي احنا عرضناها دلوقتي في التيفي عندنا. في برضو الألبوم بتاعت المغنيين الكوريين، الفوتو الكاردز بتاعتهم، المجلات الكورية، الحاجات دي. في الجزء الأخير هو بس مخصص للمجلات، يعني نوع من انواع الرقص الكوري التقليدي زمان في عصر الممالك، ده اللي هم كانوا بيلبسوه كانوا بيعملوه. اللي ناحيه اللي جوه ده يعني اشكال مصغره من المائده الكوريه التقليديه بتتكون من ايه. عندنا الحاجات اللي فوق ده العرايس لابسه الهامبوك، الهامبوك ده اللي هو اسم الزي الكوري التقليدي. إقبال شديد قوي على الجناح بتاعنا، وده طبعا بيورينا ان الثقافه الكوريه منتشره في مصر، خصوصا البوب الكوري منتشر قوي. الناس بتسالنا، مهتميه اكتر الاسئله اللي بتجيلنا هي بتجيلنا عن الكورسات. الناس مهتمه قوي تعرف احنا بنعلم اللغه الكوريه او لا. خدت بالي برضو ان الناس مهتميه قوي بمسابقه الادب الكوري اللي احنا عاملينها، فده بيورينا ان هم مهتمين كمان ان هم يقروا الادب الكوري لما تترجم للعربيه. عندهم فضول يعرفوا ايه الفرق بين الادب الكوري والادب العربي المتعارف عليه يعني في معرض الكتاب. فأنا شايفة ان دي حاجة كويسة قوي.